ويا أيها التجار والأثرياء اتقوا الله في النعم، واحذروا المباهات والبطر والتفاخر والمغالاة في الأسعار والاحتكار، فكم من أناس يتضورون جوعا وآخرين يعيشون التخمة والمراءة، بل لربما يعمد بعضهم إلى تصوير الحفلات والموائد ونشرها في مواقع التواصل لكسر قلوب المحتاجين والتعالي على الآخرين. فالحذر الحذر من هدر النعم، وهنا يشاد بجهود جمعيات حفظ النعمة وإكرامها والحذر من هدرها، فينبغي التعاون معهم في حفظ فائض النعم ودوامها. إخوة العقيدة، لدوام النعم واستقرارها وربوها في مقارها عليكم بالشكر. الله الله بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، فإنه مؤذن بالمزيد وكفيل للنعم بالتقييد. وليكن منكم بحسبان أن الشكر ليس بمجرد اللسان والجنان، بل بالجوارح والعمل والأركان فيما يرضي المنعم المنان. اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور.